بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تقرينا بعنوان البايبلاين، إعداد الطالب حسين ياس تحت إشراف أستاذ أحمد الحسيني. نبدأ بالبداية. الانترودكشن هي عملية تجميع التعليمات البايبلاين من المعالج من خلال خط الأنابيب. يعني خط الأنابيب هي البايبلاين، ويسمح بتخزين وتنفيذ التعليمات في العملية منظمة. وتنقسم البايبلاين إلى مراحل، ترتبط هذه المراحل ببعضها البعض لتشكيل أنبوب يشبه الهيكل. وفي هذا النظام تكون كل جزء من سجل إدخال يليه دائرة تجميعية يتم استخدام السجل لاحتفاظ بالبيانات. وعلى سبيل المثال في صناعة السيارات، ويتم إعداد خطوط تجميع ضخمة، وكل نقطة هناك أذرع روبوتية لأداء مهمة معينة. تايبس أو بايبلان هو على نوعين، الأرثمتيك بايبلان والإنستركشن بايبلان. نأتي إلى أول نوع، الأرثمتيك بايبلان. عادة ما توجد في معظم أجهزة الكمبيوتر، ويتم استخدامها لعمليات الفاصلة، ولا تكون عملية واحدة كبيرة، بل يتم تقسيمها إلى عمليات صغيرة. توزع هذه العمليات داخل قطع البايبلاين، بحيث كل قطع ينفذ جزء من هذه العملية. في محصل نقول أن لدينا الأرثمتيك بايبلاين. نأتي إلى النوع الثاني، الانستركشن بايبلاين. يستخدم هذا النوع من التقنية لزيادة الإنتاجية من نظام الكمبيوتر، ويقع الانستركشن التعليمات من الذاكرة، في حين يتم تنفيذ التعليمات السابقة في شرائح أخرى من البايبلاين. وسيكون البايبلاين أكثر كفاءة إذا تستخدم دورة التعليمات إلى قطاعات متساوية المدة وتقسم التعليمات في العملية إلى 5 مهام، هي الفيتش والديكود والفيتش والإكسكيوت والستور. وعندك هاي 5 مراحل، هي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية تشكيل التعليمات، والمرحلة الثالثة يتم إرفاق التعليمات، والرابعة تنفيذ عمليات حسابية، والخامسة يتم تخزين النتيجة في الذاكرة. الآن نفهم تقسيم التعليمات. دعونا نفهم كيف يتم تعيين عدد التعليمات في العملية. نضع على أنه يتضمن 5 تعليمات. يتم إكمال التعليمات الأولى في الدورة الخامسة على مدار ساعة بعد الانتهاء من التعليم الأول في كل دورة جديدة. ولو راقبنا أنه عندما يتم الانتهاء من عملية جلب التعليمات الأولى للتعليم في الدورة الساعة المقبلة، بدأت الجلسات التعليمات من التعليم الثاني. وبهذه الطريقة دائما تكون أجهزة مشغولة، ولا يمكن للتعليمات 2 من نفس المرحلة في نفس الدورة. أنواع أخرى من البروسيسور بايبلاينج. هنا يتم تجهيز المعالجات من أجل معالجة نفس تدفق البيانات بواسطة المعالج الأول، ويتم تخزين النتيجة في كتلة الذاكرة، ويتم وصول إلى النتيجة في كتلة الذاكرة بواسطة المعالج الثاني. نأتي إلى يونت فاكشن وموت فاكشن بايبلاينج. يونت فاكشن متعدد الوظائف الذي يؤدي الوظيفة الدقيقة في كل مرة، يكون البايبلاين غير وظيفي من ناحية أخرى. أما الموت فاكشن في وقت ومختلف، يعني هو مختلف أو وظائف متعددة في نفس الوقت. الموت فاكشن بايبلاين. أما استاتيك، نأتي إلى خامساً، استاتيك ودايناميك بايبلاين. يقوم الستاتيك بايبلاين بوظيفة ثابتة في كل مرة، بينفذ الستاتيك بايبلاين نفس نوع التعليمات باستمرار. قد يؤدي التغيير المتكرر في نوع التعليمات إلى تغيير أداء البايبلاين. والدايناميك بايبلاين يقوم بعدة وظائف في وقت واحد، ونقدر نقول عليه إنه موت فاكشن. نأتي إلى سادساً، سكالر وفاكتور بايبلاينينج. سكالر العمليات التعليمية مع عامل المعدل، أما الفاكتور هي خطوط الناقلات العمليات مع معالج الناقلات.
بايبلاين كونفليكت. هناك بعض العوامل تسبب في انحراف البايبلاين عن الاداء العادي. فيما يلي بعض هذه العوامل تايمينج فاريشنز، اختلافات توقيت لا يمكن تستغرق جميع المراحل نفس القدر من الوقت. تحدث هذه المشكله بشكل عام في معالجه التعليمات، حيث تختلف التعليمات الخاصه متطلبات المعامل وبالتالي وقت المعالجة مختلف. ثانيا الداتا الهازارد، مخاطر البيانات، عندما تكون عديدة من التعليمات في تنفيذ جزئي وإذا كانت تشير إلى نفس البيانات فستظهر مشكلة. يجب أن نتأكد من أن التعليمات التالية لا نحاول الوصول إلى البيانات قبل التعليمات الحالية، لأن هذا سيؤدي إلى نتائج غير صحيحة. نأتي إلى ثالثا برانشينج، التفرع، جلب التعليمات التالية وتنفيذها. يجب أن نعرف ما هي تلك التعليمات. إذا كانت التعليمات الحالية هي فرع شرطي وستؤدي بناء نتيجتها إلى التعليمات التالية، فقد لا تكون التعليمات التالية معروفة حتى تتم معالجة التعليمات الحالية. يأتي إلى رابعا نيورابس، يقاطع، تضع المقاطعات التعليمات غير مرغوب فيها في تدفق التعليمات وتؤثر المقاطعات على تنفيذ هذه التعليمات. يأتي إلى خامسا الداتا ديبندنسي، أي الاعتماد على البيانات، ينشأ عندما يعتمد التعليم على نتيجة التعليمات السابقة ولكن هذه النتيجة ليست متاحة بعد. يأتي إلى advantage of pipelining، أولا يتم تقليل وقت دورة المعالج، ثانيا يزيد من إنتاجية النظام، ثالثا يجعل النظام موثوق به. و disadvantage of pipelining إن تصميم المعالج بالأنابيب معقد ومكلف التصنيع، وثانيا the instruction latency is more، وآخر شيء هي الكي تكيوز QIs، هي المآخذ الرئيسية النبذة، يعني المختصر مال هذا كل التقرير. هي أولا تقسم الخطوط، تقسم البايبلانك التعليمات في 5 مراحل، لجلب التعليمات وفك شفرة التعليم وجلب المعامل وتنفيذ التعليمات وتخزين المعامل. ثانيا يسمح البايبلانك بتنفيذ التعليمات متعددة بشكل متزامن مع تحديد عدم تنفيذ التعليماتين في نفس المرحلة من نفس دورة الساعة. ثالثا يجب معالجة جميع المراحل بسرعة متساوية والا تصبح المرحلة الأبطأ. رابعا كلما تعطل البايبلاينج لأي سبب من الأسباب فإنه يشكل خطرا على البايبلاين. وهناك بعض الأسئلة البسيطة التي وضحتها هي What is factor pipelining؟ Who does instruction pipeline work؟ What are the 5 stages of pipeline؟ وشكراً.